للفريق. وطبعا بننتهز الفرصه ونعزي حسين الشحات، اكيد لوفاه والده ربنا يرحمه، كان متعلق بيه جدا. وحسين الشحات يعني نجم مصر ونجم النادي الاهلي، ان شاء الله يعدي الفتره الصعبه دي. الحقيقه بتبقى صعبه جدا على اللاعب، خاصه لما بيكون والده الحقيقه يعني مرتبط معاه ويعني ودايما قريب منه، خاصه في كره القدم. يمكن انا مريت بمرحله زي دي، ولكن بتبقى صعبه. ولكن حسين الشحات من اللعيبه الرجاله اللي ممكن انا هوند ان شاء الله يعدي الازمه دي، لان اكيد والده كان عايز انه يكون احسن واحسن، ولو هو موجود هيقول له اقف من الكبوه دي وساعد النادي الاهلي ان شاء الله على الفوز. اكيد حسين هيعدي الفتره دي على خير. ربنا يقويه، زي ما انت قلت حاجه بتكون صعبه، يمكن اشد المصائب على اي انسان وفاه احد والديه، اشد المصائب. صحيح. فربنا يعديها على خير ويرحم والده. واحنا كلنا طبعا عارفين زي ما كنت بتقول برضو يا هيثم العلاقه القويه اللي كانت بين كابتن حسين الشحات ووالده، وحرصه الدائم على يعني نجاح كمان حسين الشحات وتواجده المستمر معاه واهتمامه بيه وغيره. ربنا يقويه ويعدي هذه الكبوه على خير ويرجع لنا، لان وجوده اكيد مهم جدا، عنصر اساسي من العناصر الموجوده عندنا في الفريق ان شاء الاول. الله ويرحم والده باذن الله، ويعني يسكنه فسيح جناته.